ندوتنا النهارده هتكون كل ما يخص المراه في الاسلام والمراه المظلومه بالموروثات القديمه البدويه والدخيله عن مجتمعنا. النهارده هنلقي الضوء على حقوق المراه وما هي المراه في نظر الاسلام. وتقدم الندوه سيده لونا بهجت رئيس جمعيه دريم لاند للثقافه والتنميه. سادة الحضور، أهلا وسهلا بكم بندوة جديدة من ندوات جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. برحب بكم جميعا، برحب بضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. لقبوها بالفيلسوفة أو رائدة الداعيات، أخذت على عاتقها حمل الرسالة الإسلامية، فكانت المرجعية العلمية لكل طالب علم. آراؤها الفقهية من وسطية الإسلام. وقفت في وجه التشدد والتطرف بكل ما أوتيت من مفاتيح العلم. صالت وقالت في كل مكان بالعالم لتؤكد أن الإسلام دين انتشر بالدعوة الحسنة والأخلاق الفاضلة. ردت على كل من اتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة، وقالت إن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم. كان لها الفضل في تصحيح أخطاء شائعة ومغلوطة إزاء صورة المرأة في الإسلام. سافرت في أغلب دول العالم لتنشر الرسالة السماوية كما أنزلت، ولها بصمات في العلم في ربوع الدنيا، فكانت بحق جديرة بلقب رائدة الداعيات. كرمت العام الحالي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية. لها العديد من المؤلفات القيمة والكتب في عدة قضايا شائكة، ومن أبرز مؤلفاتها المرأة المسلمة بين العدل التشريع وواقع التطبيق، وكتاب الدفاع عن الإسلام في مواجهة الغرب، وحكمة الإسلام في تعدد الزوجات. إنها الأستاذة الدكتورة أمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو اللجنة الدينية في مجلس النواب. أهلا وسهلا يا فندم، مرحب بك، نورتينا يا دكتورة، أهلا بك. الميزان هو مقياس العدل، وعندما نذكر العدل نذكر صفة من صفات الله الرحمن الرحيم. الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقها الأدبي والاجتماعي والأسري على كافة المستويات. هل ندرك معنى أن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر؟ دائما ما نتعرض لسوء فهم لهذه الجملة. علينا أن ندرك أن لم تحصل المرأة على حقها الإنساني والتعليم والعلم والعمل والزواج والطلاق والميراث لن تستطيع تنشئ جيل سوي. وإذا أهينت المرأة اختل الميزان، وبالتالي اختلت الأسرة والمجتمع. أتعجب من حال الزواج في عصرنا هذا، كيف فقد قدسية الرباط تدريجيا. والحقيقة أسر كثيرة تعاني من التفكك، وطبعا الأطفال دائما هم يدفعوا الثمن. يا ترى ما سبب التفكك؟ هل هو من المرأة؟ أم هو من الرجل؟ أم من الاثنين معا؟ ما هي ضوابط وأصول التعامل التي تضمن استمرار واستقرار الأسرة؟ كيف تستطيع المرأة أن تحمي أسرتها من تقلب القلوب؟ كيف تحافظ على كيان الأسرة؟ وبالتالي تنشئ جيل سليم؟ ألم ندرك أن المرأة المكمل الأساسي للرجل؟ لماذا هناك دائما ظالم أو مظلوم؟ لماذا يحاول كل واحد من الطرفين أخذ دور القيادة من الآخر؟ لماذا؟ الظالم دائما هو الخاسر وليس المنتصر. ولما الحرب أصلا في علاقة أساسها المودة والرحمة والسكن؟ هل هو خطأ اختيار أم خطأ تعامل؟
أو خطأ تربية أو أنانية أو عدة أخطاء متكررة. دعونا نقول أن المرأة هي رمانة الميزان في المجتمع تماما. لو صلح حالها صلح حال المجتمع بأسره. إيه رأيكم اليوم نفهم أكثر الضوابط ونضبط معادلة الميزان، وبناء عليه وبناء على دورنا التنموي والاجتماعي في جمعية دريملاند للثقافة والتنمية، نتشرف ونستضيف الأستاذة الكبيرة رائدة الداعيات، والحقيقة أنا بعتبرها موسوعة علمية كاملة، حب اسمع كلامها ونستشيرها وناخد رأيها في قضايا المرأة وقضايا الدين الإسلام. أهلا وسهلا يا دكتورة. حقيقة شرفتينا. يعني عايزة ابتدي الحوار معك بكلمة الميزان. نحن استعملنا كلمة ميزان بس الحقيقة ميزان يعني كتير. ايه رأيك بمعادلة الميزان دي؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا رب العالمين، يا من خلقت الرجل والمرأة، يا من خلقت الإنسان، يا من بسطت له الأرض لكي يعمرها. وعندما يؤكد الحق على دورنا في هذا التعمير يقول سبحانه وتعالى من قائل: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة والمستخلف هو الإنسان، الرجل والمرأة. الله خلقنا منذ أن أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة، أخرجهما لكي يعمر الكون هذا. عندما نتأمل كيف ضاع آدم من حواء وحواء من آدم، والهلع الذي أصاب أمنا حواء وأبونا آدم عندما تفرقا بعد خروجهما من الجنة إلى أن التقيا على جبل عرفات، ولذلك سمي عرفات، لأن بعد الضياع الأرض مبسوطة، لا توجد لا حدود ولا يوجد باسبورتات ولا شيء، أرض واسعة بلا حدود، مبسوطة بلا قيود وبلا سدود وبلا حوائط وبلا معالم. فعندما وجد كلاهما الشبح يبدو من بعيد وتلاقيا بعد ضياعهم من خروجهم من الجنة والتقيا في جبل عرفات، ولذلك سمي جبل عرفات لأن تعارفت فيه الأب والأم لنا آدم وحواء، وبدأت مسيرة الحياة. الحياة بعد التقديم الذي قدمته سيدة هذا الحفل وهذه الدعوة الكريمة، أود أن أقول أنني قبلت هذه الدعوة بكل الحب والله، والأحب منها أني ألتقي بأبنائي وبناتي وأحفادي. جميع كنا في مرحلة الأولاد والأحفاد، أهاتك شايفين بنتيني كبار ومعها ابن قرب يتجوز مثلا. فشيء رائع في حياتي أنني ألتقي بأبنائي وببناتي وبأحفادي، وأن أوصيكم قبل أن أترك هذا الزمان فبكل المعايير، أنا ضيفة خفيفة، ضيفة خفيفة على هذا الزمن. فأود أن أقول لكم والله كل كلمة أقولها لكم بكل الصدق وخلاصة التجارب، إياكم يا أبناء ويا بناتي من الضياع، إياكم من العناد مع بعضكم البعض، إياكم من نسيان المودة والرحمة التي أعطاها الله لبيوتنا، إياكم من أن تنساقوا خلف الشيطان. هل البيت الذي يعرف أن يزرع المودة والسكن والرحمة هل يصاب بأي ضير أو بأي غبن أو بأي ضياع؟ أبدا والله. جربوا جميعكم بنات وشباب كيف نزرع المودة تحت أيدينا وتحت أرجلنا وتحت حياتنا، وأن نتزوق جمال الأسرة. الأسرة دي أعظم ما خلقه الله للإنسانية، حتى نأنس مع بعضنا البعض.
وحتى في كتب المصطلحات يقول لك الأسرة من الأسر، الأسر المحبب إلى نفوسنا، أننا أؤسر نفسي لمن أختاره وهو يؤسر نفسه لمن يختارها، وجعل في هذا الأسر الاصطلاحي واللغوي والتشريعي أن يكون بيننا المودة، السكن، الرحمة، الحب. يعني دول أهم ثلاث أساس أركان. نعم، لازم وجودهم بأساس الجواز حتى يبقى البيت قائم الأعمدة، مضيء بمصابيح البيوت وهي النساء. طب ما معنى المودة هي بأساسها؟ هل هو بس الحب ولا لي؟ أنا المودة أحلى ما أذكره الآن بينكم جميعا ما قاله ابن عباس رضوان الله عليه عندما يقول: المودة هي أن أتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي، وأن أتنازل لها عما في حقي في رقبتها كما أحبها أن تتنازل عن بعض حقوقها في رقبتي. التنازل بين الطرفين على بعض الحقوق، على بعض التذكر للمناسبات، على بعض ما يعني تحلم أن تراه، أعظم طريق للمودة الحقيقية. يعني الأنانية هي عكس المودة تماما. بالضبط. طول ما دخلت الأنانية في العلاقة دخل الشيطان في ركابها. فالمودة أننا أوده كما أحبه أن يودني، وأن أقدم له طريق المودة كما أريدها منه بالتنازل. ما أفشي على الوحدة كما يقال، أنا كنت أود في هذه المناسبة أن يقدم لي، أو أنه يهديني، أو أنه من ساعة من الصبح كل سنة وأنت طيبة، النهاردة ما عاد عيد زواجنا، أو النهاردة عيد ميلادك، أو النهاردة أول مرة شفتك. هذه الكلمات الجميلة بين الطرفين هي إكسير الحياة للبيوت. لكن للأسف نحن نرى بعد أن يتم المودة دي تبقى حلوة، أو فترة الخطوبة يا سلام، وكلا الطرفين يبقى كطير الطاير على الآخر. لكن بعد أن دخلنا البيوت ودخلت العادة والاعتياد، العادة والاعتياد ده أكبر ميكروب بيفسد الحياة الزوجية. أنا بطالب المرأة هنا بالذات إنها كيف تتغلب على الاعتياد والعادة، وألا تجعل البيت مجرد احتواء للنوم والأكل وللخناق. لا، إنما لابد أن أجدد العادة الجميلة اللي أنا أعرف أنه تسعده، وهو كذلك أن يبحث على قتل العادة والاعتياد عما كان يسعدها في فترة الخطوبة وفترة النشوة عندما كنت بعيدان عن بعضكم عن بعضكما. إذا عرفنا طريق المودة وإنعاشها طوال الوقت في بيوتنا، وطرد اعتياد الحياة المملة التي تقتل نشوة الحب، قتل الروتين. يعني قتل الروتين. نعم، يعني المودة لازم كل يوم تبس تزرع من جديد، كل يوم المودة تزرع كل يوم. نعم، وتأتي من الرجل ومن المرأة، من الناحيتين. ولكن أنا بطالب المرأة عندما تزرع المودة من خلال البيت تعمل ما يحب في بيتها، لا تنسى يا ابن الرجل، لا تنسى نصيبك من المودة لشريكة الحياة. تدخل بيت شم ريحة أكل حلو، الله تسلم إيديك يا رب ما نتحرم منك. الجيل الجديد بطل هالحاجات دي، على فكرة النقط الصغيرة دي هي اللي بتحيي المواد، بتحيي زي الفيتامين كل يوم. بالضبط، لما هي بتخف الفيتامين ده بتعاني العلاقة من زبول، من الموات البطيء. موات البطيء. إياكم يا أبناء ويا بناتي من الموات البطيء في البيوت، أكبر مخرب لأجمل حياة عندما التقيت معي. لكن للأسف
الرجل والمرأة، لا ألوم طرف وأترك الآخر أبدا، إنما أنا أطالب الطرفان. وأنا أرى أمامي معظمكم في سن مهمة جدا، السن اللي مخلف عيل ولا اتنين ولا تلاتة، السن اللي متجوز ليه 10-15 سنة، وهنا تبدأ مساوئ الاعتياد والعادة. أنا أتمنى في لقاء الليلة، أنا أحب في كل ليلة أسيب بصمة كده، أتمنى أن كل إنسان أمامي الآن، امرأة أو رجل، شاب أو شابة، أن يقول والله يا أمنة يا نصير، لا هسمع منك الليلة دي كيف أقتل موات العادة في بيوتنا، وكيف أنعش بيتي وأزرع كل ما أحبه من زرع المودة، وأنت تزرع كل ما تحبه من إكسير الحياة. الحق خلقنا لاستخلاف هذه الأرض ومكابدة همومها. عمر ما كانت الحياة جنة أبدا، ده هو أبويا آدم وأم حواء خرجوا من الجنة اللي فيها كل ما تشتهيه، ونزلوا لمكابدة الحياة، لأن هو ده الاستخلاف، هو ده التعمير، هي دي الموازين اللي تعطي للحياة الانتعاش. كون إن أنا كل يوم أبني طالب في المدرسة أو طالب في الجامعة أو أبني مصطبة في بيتي أو أبني يوم في عمر ابني وبنتي أو أبني أي شيء في طريقي، تذوقوا جمال ونعمة البناء. البناء ده شيء، هو ده سر الحياة. اوعوا تجعلوا اليأس يتسرب إليكم وتقولوا فات الأوان. ايوه انتوا لسه فاكرين، ايوه هنفتكر لآخر يوم في العمر، وهو ده أعظم ما يؤجر عليه الإنسان في موازينه عندما نقابل الحق سبحانه وتعالى اللي استخلفنا في الأرض. ما قاليش إن الأرض دي جنة انزلي العابي فيها ومراحل وكل أبدا، إني جاعل في الأرض خليفة، والاستخلاف عمل شاق. لابد أن نقول نعم يا ربي، أنت استخلفتني في الأرض وأنا لن أخيب لك أبدا عمل أبدا، وكلما عملت كلما أجرت، وكلما عملت كلما صح بدني، وكلما قدمت كلما بنيت رصيدي للنهاردة والبكرة واليوم الأيام. اكبروا بأرصدتكم يا حبايبي، اكبروا الأرصدة، ده شيء وأنا كل يوم أضيف عليه وأقول يا ربي أنا النهاردة كبرت رصيدي عندك، أنا النهاردة تنازلت عن رزالة جوزي النهاردة، ده رصيد أنت حطتيه اكسبيه، أنا النهاردة يا ربي تنازلت عن غلاسة رئيسي في المدرسة ولا في الكلية، أنت هتؤجري والله. أنا النهاردة تنازلت عن شخص كان قد إيه أساء لي في الشارع، ده أنت بتبني رصيد. عايزين نتعلم ده يبني السلام النفسي، سلام نفسي، ده التسامح مهم قوي، التسامح مع الآخر والسلام مع النفس. أنا بشكرك بتفكريني بالمواقف اللي لازم أقف أمامها. أولا لازم أتصالح مع نفسي. ما أجمل يا أحبائي، والله أقول لكم قولا حقيقية وعن تجارب، المصالحة مع النفس أعظم ما تكسبيه في حياتك. إذا تصالحت مع نفسك هتتصالحي مع خطايا زوجك، هتتصالحي مع خطايا أختك، هتتصالحي مع خطايا جيرانك، هتتصالحي مع كذا. انا شايفه بناتي الاثنين، واحده بتبص لاختها زي اللي تقولها انت ما تصالح مع خطاياك، بلاش يا بنتايا. تصالح. اذا تصالحت مع نفسك تجاوزت عن خطايا من حي. وما اجملها ان انا ادخل في سريري كده اخر الليل واقول الله يا ربي لك الحمد أنك اديتني عافية التصالح مع النفس، ولما تصالحت مع نفسي يا ربي تصالحت مع غيري. طيب هي الحديث تحسين داخلين كأنه على حرب، كل واحد عايز ياخد مكاسب أكتر، وكأنه السيطرة على الشخص الثاني هي مكسب لي، إيه رأي حضرتك؟ أنا بشكرك على هذا السؤال لأن فيه الكثير.
مفيش شك أن جيل بناتي وأولادي بقى جيل مستفز. ليه؟ ما في أسباب على فكرة، لأنه بقى جيل مطلع قوي، جيل خرج من ثقافة الست أمينة، ما عادش يعرفها ولا يعرف عنوانها حتى، جيل أصبح فيه الندية مع أخوها في البيت، حتى أن تبقى أخته أخ في البيت، اللي عندهم النوعين دول هتبصتهم طول الوقت قاعدين أنداد قصاد بعض يباكسوا ببعضهم، ده بيتنقل إلى بيت الزوجية. وابن الرجل للأسف هو مش قادر يعرف ما طرأ على بنتي الأنثى، في طوارئ كثيرة طرأت على ابني وطرأت على بنتي، ألخصهم لكم في جملة واحدة، أن لبقت فيه الست أمينة موجودة خلاص تاريخ انمحى، ولا بقى فيه السيد إنك هتسمع تقول لك النبي ده أنا خايفة ومرعوبة، أنا رحت عند سيدنا الحسين كنت عايزة أقرأ الفتح، ما عادش الكلام ده، لا هي بقت تخشاك ولا هي بقت تطيعك. طب وماذا وبعدين يا جماعة؟ نقتل بعض لا سمح الله؟ لابد أن نتعلم معرفة مستجدات الحياة. إيه هو اللي لازم نعرفه الليلة دي؟ إن أنا ما بقتش الست أمينة أو البنية الغلبانة اللي كانت تقول لك ضل راجل ولا ضل حيط أبدا، ده دلوقتي بقت البنت قوية تقول لك النبي ده ضل حيطة ألف مرة. لا يا حبيبتي اوعي، ده ضل حيطة كلام نظري، لكن والله ده ضد إرادة الله سبحانه وتعالى إن احنا نبني بيت ونفتح بيت وإن احنا نتعايش مع بعضنا البعض ونثمر من يوحد الله سبحانه وتعالى ومن يتولى زرع الأرض والاستخلاف فيها. يعني نوقف خلاص الحياة؟ لا، هذه ضد الإرادة الإلهية. هي علشان كده هي طلعت المبادئ شوية تحرفت عن المبدأ الأصلي. الست دائما بتدور على الأمان اللي يخليها حاسة بالسعادة النفسية، من الراحة النفسية بالعلاقة. بالضبط كده. والراجل كمان محتاج يكون السكينة في البيت. السكينة في البيت. طيب ما هو المعادلة دي بقى. الأمان لابد يا ابن الرجل أن تدرك أن ثقافة السيد التي تفرض كسر أنف الست أمينة ما عادتش موجودة والله، ولا تصدق أنها موجودة لا عند الفقيرة ولا عند الأمية ولا عند المتعلمة ولا عند المدنية ولا عند القروية أبدا. أنا بأكد لك حقيقة، وأنا ست ملامسة للمجتمع، مانيش عايشة ببرج عاجي أبدا. فلا بد أن تتأهل تأهيلا جديدا إذا أردت أن تبني بيتا فيه السكن، فيه المحبة، فيه الرضا، أن كيف تستوعب شريكة العمر التي ليس فيها نسمة من الست أمين، ما فيهاش. أنا بجيبها لك على بلاط أهو، ما بقتش فيها حتى جين واحد من الست أمين، ده بقى بنية متمردة عايزة دق دماغها، عايزة ولا يهمها منك وفي ناقص منك. اوعى. هل لأنه حصل لها كده عشان هي اشتغلت وتعلمت؟ نعم. طيب يعني وأصبحت صاحبة دخل، وأصبحت صاحبة يعني ما بقتش محتاجة، إذن هي سحبت المسؤولية منه صح؟ فهي عشان كده هي تمردت؟ ما فيش كلام، عشان كده تمردت. عمل المرأة واستقلالها إداها حالة من الجبروت. هنا أنا ببقى سعيدة وأنت بتنقلي بيا كده. طيب أنا دلوقتي ما بقتش عايزة الراجل، مش عايزة يصرف عليا، ده أنا داخل أحسن من داخل. ما ينفعش كده، خربنا العلاقة كده. كيف إن أنا رغم، خلي بالكم من كلمة رغم، رغم أنني مستقلة مالية وأن أنا قادرة أعيش ومرتبي أحسن من مرتبك، لكن ينقصك طعم الحياة. طعم الحياة لابد أن تتعلمي أنك مهما أتيت من استقلال لن تستغني عن ظل هذا الرجل. وفي نفس الوقت أنا عايز الرجل
الذي يمتلك صفة الرجولة. أنا عايزة أقول لكم كده، الله يرحمها الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، درستني 4 سنين وأنا بنات عين شمس، فكانت تقول أنت عارفين يا بنات ليه ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيه أنفق. إذن كانت تقول إن الرجولة لها بعد، اسمعوا اللي هقوله، الرجولة لها بعد نفسي، لها بعد أخلاقي، لها بعد إنساني، لها بعد حماية، لها بعد ظل ما استغناش عنه. احرصوا على هذه الكلمات، مش ليس الاستقلال المالي والمادي هو يغطي كل شيء، أبدا أبدا. وإنت يا ابن الرجل إياك أن تفرغ نفسك من هذه الأبعاد اللي أشرت إليها، أنت كده بتقتل نفسك بنفسك، وهي بالتالي هتستهين بيك ثم ينهار البيت. دي كارثة. إحنا في هذه الفترة، وأنا وقفت قدامها كتير كده ليه؟ لأن إحنا في هذه المرحلة الزمنية بيوتنا انكسرت، وأصبحت مصر أكبر نسبة طلاق على مستوى العالم. فعلا بيقولوا لك 420 نسبة حالة طلاق في اليوم، وده كتير قوي يعني. شيء مفزع. ده أنا عايز أقول لكم أيام أمي وجدتي زمان كانت كلمة طلاق دي يستعيبوها، كانش حد يفكر في الطلاق ده خالص. هي ترضى بما قدر لها وتستحمل وتتحمل، وهو برضو الجانب الرجولة فيه يستوعبها بغضبها بعدم رضاها. ليه الاستسهال ده؟ ليه الاستسهال الاستسهال ده أصبح مرض، يعني اجتاح بيوتنا بشكل مفزع. استسهال من الرجل، والاستسهال الأكثر من المرأة. لماذا يا حبيبي؟ هل إن أنا استقليت علميا وماديا وبقت لي ليه كينونة إن أنا أرمي حياتي؟ طب أولادي اللي معايا دول إيه ذنبهم؟ لابد أن نعيد حساباتنا 1000 مرة. الزواج مش مجرد تحدي، خلاص أنا مستقلة مع السلامة. أتوجع دماغي ليه؟ وأنت يا حبيبي متوجعش دماغ، لا أنت تؤذيها ولا تفرغ نفسك من مضامينك النفسية والأخلاقية والإنسانية والرجولة. هيخشوا بدوامة تكرار الأخطاء نفسها. نعم. إن طول ما هم بيفكروا بالطريقة دي هتفضل طول يهون كل شيء. يهون كل شيء. يهون كل شيء. انتبهوا، الحياة في البيوت ثمنها غالي جدا، تستحق الصبر، تستحق التحمل، تستحق البقاء، تستحق مرضاة الله. أنا يا رب صبر عشانك، أنا يا رب صبر عشان تأجرني في الآخر، أنا يا رب صبر عشان رب ولادي، عشان دول اللي أستحق قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. يا حبيبي ده كلمة الجنة تحت أقدام الأمهات ده حديث والله يهز الإنسان. طب ما أنا استحمل ولادي، هم دول ثروتي وهم دول مستقبلي، وأنا لما أتحمل علشانهم تمنها إيه؟ مهرها إيه؟ مهرها الجنة. احنا كلنا هنعيش كم سنة؟ 50 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ كلنا ضيوف على الدنيا، ولكن البقاء الأعظم يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وأقول له ويجي كده الحديث يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات. تعال يا أمي أنت يا جميلة يلي صبرتي على حمله وهنا وعلى إرضاعه كرها وعلى سهره ألاما وعلى تربيته هموما، تعالي تعبتي بقى، تعالي أنا جايب لك الجنة تحت رجليك. تأملوا كلمة الجنة تحت أقدام الأمهات، والله يهون تحتها عذاب الدنيا ده كله. فدائما انظروا على الجانب الإيجابي. الأمومة دي للمرأة، ده الرجل مسكين ما يطولهاش، ما ممكن ينفق من جيبك حاجة لكن ما يطولش هذا العطاء. لا تأخذه إلا المرأة، وده منحة من نبي الإسلام للمرأة الذي يقول لا يكرمها إلا الكريم. انتبهوا،
ولا يهينها إلا اللئيم. إذا إحنا أكرمنا بيوتنا وهي تحملت مشقة بيوتنا، هو هيكون له الكرامة وهي هتكون لها الجنة تحت أقدامها، تزحف لها يلا الجنة تحت رجليك واسعدي. يا رب هذه الكلمات التي أقولها من مضمون الشريعة ومن النصوص الصحيحة أن تصل إليكن وإليكم جميعا، ونعمر بيوتنا بالكلمة الحلوة وبالسكن وبالمودة، وإن أنا يبقى لي حقوق على زوجي أتنازل عنها شوي، وهو لي حقوق عليك يتنازل عنها شوي. وبرضه أرجع لابن عباس مرة تانية أقول لك عليهن درجة. يا ابن عباس الدرجة دي يقول إيه؟ أتنازل من حقوقي ما لي عليها، وهي تتنازل ما لها من حقوق علي. التنازل بين الطرفين يا حبيبي أعظم سياسة تربي الحياة وتعوض الصبر وتديم سكون البيوت. اتعلموا التنازل شوية. يا ريت. وخاصة هلأ في تسمعي بالمجتمع قصص كتير بالزواج العرفي، رجالة متجوزين وعندهم بيوتهم وأسرهم وبيعملوا زواج عرفي خارج المنزل. ده تسمعي كتير، أنا عايزة أخد رأيك في الزواج العرفي إذا سمحت. أنا الزواج العرفي أرفضه لأنه خالي من التوثيق والرضا. حتى أجد بعض خطباء المساجد يقول يا دكتورة ما هالعرفي ما تعرف الناس عليه وكان في زمان توثيق. قل يا فضيلة الشيخ ليس الزمن القديم فيه أخلاقنا دلوقتي، ده الزواج العرفي فيه إهدار لكرامة البنت وضياع لحقوقي. ده أنا كنت عاملة لها مشروع وإلى الآن المشروع قائم، إن أنا عايزة أجرمه للبرلمان. تجريمه يعني إيه تجريمه؟ في عقوبة يعني أضعه في القانون، وإن هذا الولد الذي يأتي ويغوي بنتي ويستلبها مني. طبعا كلمة استلاب معروفة، إن أنا أخطفها من وراء أهلها بدون موافقة أهلها. وإحنا عندنا الشريعة الإسلامية واضحة، الميثاق وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا. إيه طبعا الميثاق الغليظ معناه إيه؟ إن يبقى فيه القبول والرضا بين الطرفين، إن يكون فيه موافقة ولي الأمر لأبوها عمها. لكن أنت تيجي تستلبها من وراي بكلام معسول لا يحمي لمستقبل ولا يبني حياة مستقرة، وتاخدها. وكم من خلال تليفوني الشخصي تقول يا دكتورة هو وعدني بالجنة وما فيها والحب وما فيه والكلام الفاضي ده، وبعد ما استلبها من أهلها في 3 شهور قال لا ملكيش حاجة عندي ارجعي لهم بقى يدوشيني ليه. ده ميثاق غليظ له أركان وفيه شهادة وفيه موافقة وفيه سؤال وفيه وفيه، ولذلك يجب أن يحترم لأنه غلظ الحق سبحانه وتعالى على أن أنت تأخذ إنسانة وتفضي إليها وتفضي إليك بما لا يستحل مع أي كائن مكان خارج هذا الإطار، ولذلك سمي غليظا. وأنا بقترح الكلام ده قبل البرلمان، أقترح إنها المرأة المتفرغة للبيت إذا مكست في خدمة الزوج وفي خدمة الحياة الزوجية 5 سنين وتطلق، تأخذ 5% من دخله وظيفته دخل تجارته يكون ما يكون دخله. إذا مكست 10 سنين تأخذ 10% من دخله. إذا قعدت 15 سنة تأخذ 15%. إذا قعدت 25 سنة تقاسمه الدخل، لأن هي دلوقتي بقت في مرحلة عمرية لا تصلح لزواج ولا تصلح لخدمة ولا تصلح لوظيفة، خلاص أصبحت هوبلس. أين تذهب؟ تلقى ده والله الآن لو مربية قطة في البيت ما أجرؤ أرميها الرمية دي. إيه
وجهة نظر الشرع بالموضوع ده؟ في الآية القرآنية ما حد قال الدكتورة بتقلد الغرب، قلت له فشر، أنا لا أقلد إلا عقيدتي وقرآني وسنتي. أليس في الآية الكريمة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ليه كلمة إحسان؟ ده لها أصل في العقيدة عندنا. جاء جبريل عليه السلام في وسط الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام وقال ما الإسلام يا محمد؟ أجاب. ما الإيمان يا محمد؟ أجاب. ما الإحسان يا محمد؟ قال أن تعلم تمام العلم، أن الله يراك وإن كنت لا تراه. فربط الحق بالتسريح يكون بإحسان. انتبه أيها الرجل، أن الله يراك في مروغتك، في تجاهلك، فيما تغفله، انتبه، أن الله يراك ويسجل عليك كل شيء. فربط الحق في الآية القرآنية فإمساك بمعروف، وهي في امرأة عاقلة طبيعية يمسكها زوجها بالمعروف وهي تقول لو النبي لطلق لا ما فيش كده، لأن ما قدمهاش إلا هو، ما عندهاش غيره. طب التسريح بالإحسان بأنك لا تظلمها. إذن الظلم ظلمات دنيا وآخرة. الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه. يا جماعة مهما بلغنا من العمر رحلة، ورحلة قصيرة جدا، لماذا لا نزرع فيها العدل، ونزرع فيها الحق والحقيقة، ونزرع فيها ما يرضي الله حتى لا يخيفنا يوم أن نلقاه؟ لماذا؟ والحقيقة برضو من الكوارث هذا العصر كارثة بيت الطلاق. وأذكر مع الدكتورة اللي كانت في طلبة تدخل في اليونيسيف، الدكتورة مشيرة خطاب جمعت 4 أساتذة من الجامعات من حوالي 7-8 سنين، قعدنا 6 شهور ندرس قضايا بيت الطلاق، والله لم نصل. وكان معانا 3 من رؤساء المحاكم الأسرة، صح، لم نستطع أن نصل إلى حل يحمي دول. وبعد كده جت قالت لي يا دكتورة، بما أن أنت أستاذ فلسفة والعلم نفسي واجتماع وعقيد، لخصيل اللي ضيعنا فيه عمرنا ده كل الشهور ده. فكتبت يومها تقرير تحت عنوان البعد النفسي والأخلاقي والشرعي لأبناء الطلاق في بيت الشقاق. إحنا في الصعيد ما عندناش المشكلة اللي شفتها هنا. وقعدت مرة مع حمد رزق 3-4 ساعات في أمسية، يا خبر على المتداخلين من الرجال ومن النساء، شيء فقدنا لا تقولي لا مودة ولا رحمة ولا إنسانية ولا أبوة أبدا ولا أمومة. العداء أفقد الإنسان إنسانيته بلغة في منتهى الخشونة. هل هو سوء تربية الكلام ده؟ أظن في جزء منه سوء تربية بالتأكيد. أكيد هم ربيوا بأسر مفككة أصلا بالتأكيد. طب نحن كيف نرجع الأسس الأسرية دي تاني؟ أبشرك يا سيدتي بأن أعقد التعقيدات في حياة البشر إصلاح الإعوجاج الاجتماعي والأخلاقي لدى الإنسان. حتى وإحنا ندرس مدخل علم الاجتماع في الأقسام، أعقد التعقيدات غير المرض الجسدي، على فكرة المرض الجسدي ممكن تعد إيدك على الدواء وتخفي، إلا المرض المجتمعي اللي إحنا فيه دلوقتي. وأنا بقولها وأنا كل مرارة، إحنا في حصاد مجتمعي ابتعدت فيه القيم الأخلاقية الجميلة، ابتعدت فيه الثقافة الرصينة، ابتعدت فيه التعقل والحكمة اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا من مئات السنين. وعايز أقول لكم للعلاج والشفاء من هذه الأمراض يحتاج لعقود. الراجل بيشتكي إنه الست نكدية، طلباتها كتيرة، مشاكلها كتيرة،
ليه؟ أنا أصدقه في جزء من هذا الكلام وأرفض الثلاث أربع أجزاء. أنت لو عندك رحابة نفس وراجل ناضج كده، ما دي القوامة يا جماعة. أنت عارف يعني إيه القائم؟ يعني الذي يخدم أهل بيته، مش القائم اللي يمسك لها العصاية. لا، إحنا عملناها عكس كده. هم فاكرين إن القوامة يعني السلطة والسطوة. لا، هي مش كده. القائم الذي يخدم أهل بيته، يقوم على خدمتهم، يقوم على قضاء حاجتهم. لو وجد عندي كما قال الحق في قرآنه الكريم، الرجال قوامون على النساء، أي خادمون للنساء، أي يراضون النساء، أي يقدمون عوزهم. لو الرجل ده كان قائم بحق زي ما أقسم على المساق الغليظ وخذ هذه البنت مستوعبها. هقول لكم كده موقف جميل من الخليفة العظيم عمر بن الخطاب. جاء أحد الناس من الرعية وطرق بابه، وهو بيطرق الباب سمع الست حرم وجوه مال الزعق بصوت عالي. فالرجل اتكسف مشي. خرج عمر ونادى عليه: يا هذا، طرقت بابي ثم تركتني لماذا؟ قال: وجدت عندك ما جئت أشكو منه. فماذا كان رده؟ شوف عظمة الفاروق. قال: يا أخي، أليست طاهية لطعامك؟ أليست غاسلة لملابسك؟ أليست منظفة لبيتك؟ أليست مربية لأولادك؟ لماذا لا يا أخي لا تبرها ولا تترك لها غضبها؟ هل بقى يبصلها كأنه هي موظفة عنده؟ يعني طالما هي النقطة دي حساسة قوي، يعني الميزان ده عياره بيتراوح من شخص لشخص. هو للأسف عندنا بعض الرجال، ولا أقول جماعهم حاشا وكلا، إن بيتصور إن خدمة مراته ده غصبا عن عيني اللي جابوها. وما أنا متجوزها ليه؟ أنا مرة كده حاولت أصلح من اتنين، قال لي: طب أنا دكتورة متجوزها ليه؟ تابلو؟ قلت له: يا حبيبي مش تابلو، أنت متجوزة تبقى شريكة حياتك، ولابد يبقى صدرك رحب وتتحمل غلاستها في لحظة ما. وانت يا ست لازم تبقي منى أدماء وترضيه. ما عندناش التبادل ده، ما عندناش. بس ده كان موجود من 20 سنة في عظم في وقت الرجولة في أبائنا وأجدادنا. ليه يعني ده أقل من جيل كان اختفى؟ يعني مش اختفت، خفت كتير. جيل الأربعينات لغاية الخمسينات ما عندوش الحكاية، ما عندوش السعة من الصدر ومن النضج ومن البعد النفسي والمسؤولي على حماية البيت. خفتت تماما عند هذا الجيل. هل حصل هذا من نتيجة اختلاطنا بالمجتمعات الأجنبية؟ لا، نتيجة البتاع ده الإلكترونيات هي اللي خربت عقولنا وخربت بيوتنا وعلمتنا التطاول. احنا ما اخترعناهاش، اللي اخترعها غيرنا، ولكننا اسأنا استخدامها. البتاع ده اللي اسمه الشاتنج ده طول الوقت، واللبلبة على الشاتنج ده اكبر مخرب للسان ولعقل الانسان المصري، المرأة والرجل. بالضبط. انا بعتبر ان هذا، لما اجد بعض الناس يقعدوا بالاربع ساعات على الفيسبوك، ده ايه ده؟ ده تخريب لصحتي وتخريب لنظري وتخريب لبيتي، وانت قاعد تعمل اربع ساعات وضيعت وقت يعني ملهاش اي داعي. ما فيش اي داعي، كلها ثرثرات فاضيه وتجسسات افضى وضياع عمر ووقت. يحاسبنا الله عليه. الحق سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول لك: تعالى في وقتك فيما ابليت، وفي مالك فيما أنفقته، وفي عمرك فيما استهلكته. أنت ستحاسب، وحساب عسير والله عن كل هذه الإمكانيات اللي ربنا مسخرها لأمور إيجابية. للأسف المحاكم الشرعية تستخدم الأطفال أداة للانتقام، ودي للأسف حق مهدور بالأطفال وجرح ليهم مدى الحياة. دي أنا مش عارفة إزاي
تتحلق من قصتها. لا هي مش المحاكم الشرعية، عناد الطليقان، هي مليانة هم من فشل التجربة، فتنكل وتنكد عليها ايه بالعيال، وهو طيب ينكل عليها ويشحتها بكوتي ما يرضاش ينفق عليه، وتفضل مسكينة تتسول بيت أهلها إذا كان عندها أهل يتحملوها، أو عندها أخ بر بيها شوية يديها، أو عندها حد في العيلة يأكفلها. ذل وذلة، حتى ينسى إن دول لحمه وإن دول عرضه، ينسى. العند مش بيقولك في المثل الداري العند يولد الكفر؟ فالعند في بيت الطلاق مع أبناء الشقاق كما كتبت في الروبورت اللي كتبت للدكتورة ويومها وديته للمجلس الوزراء وتلاقوه محفوظ في أرشيفهم، هو العناد، الكراهية والانتقام والعناد، زي حد بيأذي نفسه لما هو عنده مشكلة فيروح آذي نفسه. ما العيال من نفسنا دي أكتر أسباب الطلاق بمصر ممكن، يعني العناد بشكل عام، العناد وغياب الكلمة الحلوة والطيبة في البيوت والإخلاص. ما هي كده، إن أنا أبقى يعني صاحب كلمة حلوة، أستوعب مراتي في غضبها زي ما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، إن أنا أتجاوز عن بعض حقوقي عشان أهون عليها وهي تتجاوز عن مادي تعريف المودة والرحمة. وده تعريف أن الرجال عليهن درجة، إن أنا أتنازل. لما ابن عباس بهذا الجمع يقول لك أتنازل عن بعض حقوقي اللي هي لي عليها حتى أهون عليها. بتلاقيهم بالأيام المشاكل بتلاقيهم طلعين أخطاء بعض مسجلين وكأنه مسجلين على دفتر. طب أين أين الرحمة هنا؟ ما هنا الإلكترونيات، يسجلوا على الموبايل، يسجلوا على الكاسيتات، يدخلوا على المواقع، يفتحوا ما عرفش ايه وايه. ده بقى فن على فكرة، فن التجسس، المرأة على الرجل والرجل على المرأة، بقى شيء يعني مؤذي ومقرف فعلا. حضرتك كتبت كتاب عن حكمة تعدد الزوجات، طبعا احنا الموضوع ده موضوع كبير قوي قوي قوي، عايزاكي بس كلمتين بإيجاز شديد. الحق سبحانه وتعالى فتح للتعدد حتة خرم إبرة قد كده قد كده، وقال لك إيه؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بعدين يقول لك إيه؟ ولن تعدل فواحدة، بعدين يقول لك إيه؟ ولن تعدل. يبقى هذا المسألة مجرد نافذة صغيرة للضرورة القصوى. راجل ما بتنجبش مراته وعايز يبقى اب، من حقه يتجوز وهي تكون عاقله وتستوعب. زوجه مريضه لا تستطيع ان تعطي زوجها حق، برضه تبقى عاقله وتقبل الوضع. بس هو يبقى بني ادم اللي ياخدها يقول لها مراتي دي على عيني وعلى راسي، ولابد ان انت تكرميها ولا يهينها ابدا. أذكر وأنا عميد كلية البنات في اسكندرية، محكمة اسكندرية تقدمت امرأة تقول أنا زوجي لا ينجب وأنا نفسي أبقى أم، ورافض يطلقني. ولما تقدم للمحكمة رفض يطلقني، فقلت له أنت الآن تخالف الشرع يا سيادة القاضي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فطالما انت اعطيت الحق للرجل ان من حقه يكون اب، هي من حق انها تكون ام. ده بالعكس حاجة المرأة انها تنجب ولد ولا بنتي ونسوا حياتها يمكن تفوق الرجل طبعا. الحقيقة القاضي كان قد ايه كريم، فرح بعت لي جواب سيادة الدكتورة العميدة اشكرك على النصح واعطيت المرأة حق الطلاق. فاحنا العدالة، ولهن مثل الذي عليهن، يعني من حقي أنا زي ما أنا نفسي أبقى أم وهو نفسي أبقى أب، نكون متسامحين مع بعضنا البعض، نتسامح مع بعض.
لكن للأسف عندما يدخل الشقاق والخلاف في البيوت ننسى كلمة مودة أو الكلمة الحلوة. من أسبوع كنت رايحة لبتاع نظارات عندنا في عباس العقاد، شايفة عروسة طالعة يا حبيبتي ربنا يسعدها وسعادة الدنيا وشكل العروسة كده. فأمها قالت له النبي تدعيني يا دكتور. قلت لها يا حبيبتي ربنا يديم عليك البسمة دي، وانت خلي بالك اوعى تطفي البسمة اللي على وشها دي. هل احنا فعلا بنرعى هذا؟ هل نحن على قد المسؤولية دي؟ والله الزواج لو خدنا مسؤوليته كما تفضلت الليدر بتاعتي هيبقى البيوت كلها سعادة. والله ربنا مدينا فيها إمكانيات حلوة، بس نعرف كيف نملاها بالسعادة وبالرضا وبالتغاضي عن مشاكل بعضنا، ومش لازم الحياة كمان أبدا أبدا. التسامح، كل التسامح يوم يرمي ورا ظهره المشاكل، أيوة. وغض الطرف عن ليك بعض الحقوق زي ما قال ابن عباس رضي الله عنه، غض الطرف إن أنا أتنازل لزوجتي عن بعض حقوق التي أنتظرها. ما فيش حد كامل أبدا، ما هو برضه كمان في حاجات ناقصة وهي بتتغاضى، كل منا فيها تنازل نقص. من الناحيتين كل منا فيه نقص، المرأة والرجل فينا نقص، كيف نتغاضى عن نقائص بعضنا ونزرع مكانها التسامح. آخر سؤال، ضرب الزوجات ده موضوع طبعا مؤلم شوية، في سيدات كتير تاخد ضرب من دوزها. لا يضربها الكريم أبدا أبدا. على فكرة ما عادش ضرب الزوجات دلوقتي موجود كتير، هذه من المستجدات الإيجابية. شوف الرسول عليه السلام يقول لك أعجب لرجل يضرب زوجه في النهار ضرب العبيد ثم يأتي بالليل ويضاجعها. تعجب من ذلك، تعجب، لأن علاقة البيت مودة وسكن ورحمة. أضربها في النار وأجي بالليل أقول لها ما إيه ده؟ ده الضرب ده شيء مهين وكسر للكرامة. احتمال هو أصلا هو وطفل مامته تضربه، هو مريض، هو مريض اللي بيمد إيده على زوجته على الفاضي والمليان ده، ده يبقى مريض، مريض ما يبقاش نورمال أبدا. فالضرب ده لا يليق أبدا، أنا أبغضه، ولا عمري مديت إيدي على عيل من ولادي حتى في عز رزالتهم وهم شهداء اثنين، هم نصاب الشهادة معاهم. على فكرة أنا بس عايزة بس أنا كانت الكلمة توجعهم ممكن. قبل ما نبتدي البصة، البصة كده. البصة قبل ما نبتدي الأسئلة، أنا بحب أرحب بأولاد السيدة الدكتورة أمنة نصير، نسمع شهادتهم كلمة. ونسمع شهادتهم برضو، بحب أرحب بيهم، شرفتونا. الدكتورة شيماء الدمرداش مدير مشروع إعادة إحياء مكتب الكتب والتراث من مكتبة اسكندرية، حاصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس في الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية. بليز رحبوا معنا، شرفنا بيكي. والدكتورة ابتهال الدمرداش رئيس قسم الأدوية والسموم فارماكولوجي بقسم الصيدلة بعين شمس، وأول مصرية تفوز بجائزة التميز العلمي للاتحاد الأفريقي. وعايزة وأنا فخورة بها، وعلى فكرة وهي طالعة أستاذة جامعية ما شاء أرى الله فيها نفسي كثير. أولاد العظيمة برضو عظماء، يشرفنا وجودكم. وكمان عايزة أرحب بأولادها الغائبين، المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدورة الدولة ورئيس نادي الزهور، رحب فيك، تحياتنا له. الأستاذة دعاء اللي هي عايشة في أوروبا، هي أيوة الدكتورة أستاذة الدكتورة دعاء الدمرداش أستاذة القانون، وكمان برحب بها، يا ريتهم كانوا موجودين. أنا شرفني جدا
سيدة عظيمة زي حضرتك وأولادها عظماء، نتشرف يعني مصر كلها بتفتخر بوجودكم. حضرتك موسوعة وقلنا الشرف أنه تكوني معنا وحضرتك وسمعنا حديث رائع رائع جدا منك. نحن عايزين نفتح باب الأسئلة، بس قبل أي حاجة بقى أسأل أنا سؤال من موروثات للدكتورة. علمونا، عايزين نعرف رأي الشرع، إن الست بتكتفي براجل لكن الراجل مزواج وما يكتفيش بست واحدة، مع إن ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق له حواء واحدة، مش شلة حوات يسلمها، وعاشوا قد ما عاشوا ما نعرفش في الجنة جت واحدة، ونزل سيدنا آدم وستنا حواء للأرض عاش 1000 سنة بست واحدة. إيه أصل الشرع إن الراجل ما يقدرش يعيش مع ست واحدة، مع إن أنا شايفة إن دي الطبيعة اللي ربنا خلقه عليها من بدء ذي بدء، جت منين دي؟ هو الحقيقة دي اكتفاء أبونا آدم بامرأة واحدة حتى لا نتنابز نسلهم، زي ما بيتنابزوا ولاد ستنا سارة مع ولاد المصرية هاجر. فجعلنا جميعنا من أب واحد ومن أم واحدة لوحدة البشر، إن إحنا كلنا أشقاء. الأخوة الإنسانية اللي في مستوى الشقيق هي دي الحكمة، إن ربنا جعل آدم بزوجة واحدة حتى تبقى الشقيقية لا يشوبها أي تفاخر أو أي تميز بين البشر. إذن دي الطبيعة اللي خلق ربنا آدم عليها، هي اكتفاء بست واحدة. تعدد الزوجات ده الإسلام قننه، الإسلام عندما جاء كان يتزوجوا بلا عدد وبلا حصر. ده لو في زوجات، ده دلوقتي الموضة من غير زوجات، على أساس إن الراجل مش مكتفي بست واحدة، فبيقول دي الطبيعة. إذن دي مش الطبيعة. لا، هو شوفوا برضو أنا لسؤال حضرتك، وده أنا بتعجب له حقيقي وبزعل جدا، ليه أبناء الرجال بيتخيلوا أن تعدد الزوجات وتعدد المعرفة لحواء شيء يعني يلهس خلفه؟ والله أبدا، اللي هتلاقيه في سين هتلاقيه عند عين هتلاقيه عند صاد، وتسقل نفسك ببلاء بعد ما بتقع فيه بترجع تقول أنا استاهل الضرب إن أنا حطيت نفسي في هذا المأزق. هو بيبقى مش سعيد يعني أبدا، ده مأزق ولا يشبع ويشقى بيه، بس بعد فوات الأوان بيدرك هوانه على نفسه، وتلاقي الوحدة والاثنين كل واحدة منهم تتمنى له مصيبة قبل التانية. هو فقد المودة والسكن والرحمة وأنجب عيال، يعني عيال ضراير، عيال كلهم كراهية لبعضهم زي اخوات يوسف. احنا للأسف بنشقي نفسنا تحت شهوات تافهة جدا وغرائز غير قويمة تماما. يا ليت أبناء الشباب يعرفوا ان اعظم ما في الحياة الزوجية هي الزوجة الواحدة التي يرى على يديها السكن والمودة والرحمة، وان تكون الزوجة فعلا تملأ حياته بالسكن والمودة والرحمة. أنا بوصي كل طرف على الآخر، أنا ما عنديش إن أنا أميز الرجل عن الست ولا الست عن الرجل أبدا، وحتى ساعات تقول يا دكتورة أصل بتجامل الستات، أقول لهم والله أبدا، ما هي ما أنت ابني وأنت جاي من كوكب آخر، ما هي بنتي وأنت ابني، بس برضو أوصيكم ببعضكم. وعايز أقول لكم حاجة، دي بقى سيكولوجية نسائية، ما فيش والله امرأة سوية تجد من زوجها السكن والمودة والرحمة والحب وتفكر في غيره أو تفكر في كسر بيته أبدا. أنا أقسم على هذا الرأي. مساء الخير، أنا هتكلم على ماما مش على الدكتورة أمنة نصير، هتكلم عليها كماما كست صعيدية قوي. بتحاول قوي دي. أيوة قوي، حطوا أحلى مليون خط. وأنا كنت طفلة شقية قوي، ما كانش ليا في الدراسة مبدئيا، كنت يدو أنا شطرة بس مش عايزة أتعب نفسي، كنت عايزة ألعب رياضة وبتنطط طول اليوم ومش عارف إيه. أنا الإي زون للباليه المائي في مصر، أنا عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، فأنا بحب الرياضة، فكنت طول النهار تنطيط ولعب، يعني الدراسة بتشغل حيز قليل. طبعا ده ما كانش راضي ماما. المهم إن أنا بعد
وانا في الكليه اتجوزت بدري قوي، ودي كانت مشكله ان كان العرسان كتير، فاتجوزت بدري. فماما اصرت ان انا اكمل الدراسه، اكمل ماجستير ودكتوراه، وضغطت عليا جدا. وبجانب انها بتصر ان انا اعمل الماجستير والدكتوراه، كانت متضامنه مع جوزي دايما عليا، ده حقيقي على فكره، يعني هي اللي بتدافع حقوق المراه. فهو كان دايما يروح لها عشان يتفقوا علي ان انا اكمل ماجستير ودكتوراه، وفعلا كملت الماجستير والدكتوراه بسبب ضغطهم عليا. ودلوقتي انا بقول لهم شكرا، وهي ام لجوزي قبل ما تبقى مامتي انا فعلا، وبتسمعوا اكتر. فانا بقول ان دور الحما، دور الام الزوجه ودور ام الزوج، دور مهم جدا في بقاء البيوت، في عمار البيوت، في توعيه الجيل اللي طالع. انا واحده اتجوزت وانا 19 سنه، فما كانش عندي الوعي ببناء بيت صح. فحته التقويم بنحتاجها كلنا، يعني ما فيش حد فينا مش محتاج تقويم. ربنا خلقنا النفس البشريه فيها الخير والشر، فكلنا محتاجين هذا التقويم. فلقيت فيها ان توجهني امتى يعني ابقى ماشيه صح كده تمام، وامتى لا تعد لي يعني. شكرا يا ماما، شكرا جزيلا. شكرا ليكي. طبعا هو من كلام ماما وضحت، طبعا انا وشيماء كنا كونتراست، شيماء مكبره دماغها وبتحب اللعب جدا، انا كنت العكس تماما، بحب العلم قوي لدرجه برضه تعبت مامتي. يعني لو نقصت نص درجه دي تبقى كارثه، لو ما جبتش التقدير اللي انا عاوزاه يبقى الدنيا انتهت. بس الحقيقه انا عايزه اركز على حته مهمه جدا فعلا في تربيه ماما لينا، ازاي نكون علاقه صح مع زوجنا، يعني مع ازواجنا، ازاي تكون العلاقه فعلا فيها موده ورحمه، ازاي افوت له مره وهو هيفوت لي مره، ازاي ان احنا نشيل بعض. هي على فكره مش فكره نفوت لبعض بقدر ان انا اقدر في اللحظه دي هو في ظرف يخليني استوعبه، وهو برضك يقدر لي في لحظه انه يستوعب. انا مؤمنه طبعا، انا حزينه ان احنا في فتره دلوقتي فعلا شبابنا كتير نسبه الطلاق فيه بقت عاليه، بس انا يعني على قد ما فيها جانب سلبي انا شايف ان في جانب ايجابي. احنا مش هنحسه دلوقتي، لكن هنحسه مع مرور السنين، 10 سنين يمكن او 15 سنه. في تطور بيحصل في علاقه الرجل بالمراه، يمكن التطور ده سرعته زمان ما كانتش واضحه زي ما احنا واضحه قدامنا دلوقتي. زمان كانت الست هي الطرف الضعيف جدا والرجل هو الطرف القوي جدا، فكانت القوام واضحه، هو مهيمن على كل شيء وهي مستجيبه لهذه القوام. لكن دلوقتي الست اخذت مكانه في حياتها، بقى لها مستقبل، بقى لها عمل، بقى لها دخلها الخاص. فاصبح فكره القوامه اللي كانت موجوده زمان بقت صعبه تتحقق دلوقتي. فالعلاقه بدات بتتشكل من اول وجديد. مع التشكيل طبعا في ضحايا، في نسب طلاق، في اولاد زي ماما قالت في 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 بيت الشقاق. لكن انا واحده مؤمنه ان احنا مع الوقت هيبدا الرجل يعيد علاقته بالمراه بشكل مختلف ويؤمن بالنديه ما بين الاثنين. شكرا. ما شاء الله. دكتور عاطف عبد الغني، اهلا بحضرتك. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في كلام كتير قوي يتقال في الموضوع. احنا عايزين نقول انها في البدايه هي ليست ازمه رجل او ازمه امراه، هي ازمه مجتمع. الرجل والمراه هم يعني زي ما قالت الدكتوره او زي ما بنقول على طول، هم في النهايه هم انسان خلقه ربنا وكرمه. العلاقة بينهما هي علاقة لابد أن تقوم على أسس كتيرة، وهذه الأسس أعتقد أنها موجودة في كنز كبير جدا عندنا هو اسمه الإسلام. هذا الكنز أو هذا الارتكاز الأولاني اللي لابد أن نرتكز عليه. إحنا بعدنا جدا عنه وعن محور الارتكاز هذا، شرقنا وغربنا، بقى عندنا نموذجين متضادين قوي ومتباعدين جدا. نموذج المرأة أو نموذج الرجل والمرأة اللي بيشخصوا بأبصارهم نحو الثقافة الغربية ونحو تقليدها بشكل أعمى، على اعتبار أنها ثقافة التقدم والتحضر، وأنا بقول أنها ليست كذلك. قد يكون هناك تقدم علمي كبير جدا في الغرب، لكنه ليس بالضرورة أن يكون حضارة، لأن الحضارة قيم وأخلاق. وأنا أتصور أن قيم وأخلاق الغرب بتنهار وبتنحدر جدا، ورح بينا لكارثة، رح بالإنسانية لكارثة. وأنا واخد مثلا على ديباجة الدستور المصري اللي كتبه الشاعر السيد حجاب، انه قايل فيه ان العالم يذهب نحو الرشد او الرشادة. يعني انا شايف ان العالم
الغربي أو الحضارة الغربية بالعكس تذهب نحو هلكها. يعني على التضاد من هذا النموذج الآخر أو النموذج الاختزالي الآخر هو المرأة والرجل المتطرفين دينيا أو المتطرفين في الجانب الآخر، وأيضا هذه علاقة أنا شايف أنها علاقة مش مظبوطة ونموذج مش مظبوط. كلما ابتعدنا عن محور الارتكاز هذا كلما يعني نوصل للأزمة اللي احنا فيها، اللي لابد أن نبحث لها عن حلول حقيقية في الكنز اللي موجود عندنا، الكنز اللي موجود على مستوى العقيدة، على مستوى الشريعة، على مستوى الفقه الإسلامي. أنا عايز يعني أنا عايز أتكلم عن الإعلام، وأنا إعلامي والدكتورة قالت كلام كويس ورائع عن الإعلام، وإن الإعلام إزاي فعلا دلوقتي بيساعد على ترسيخ هذه الأزمة وتجذيرها وليس حلها. الإعلام بكل مفهومه، مفاهيم الإعلام والثقافة، الإعلام بما فيه بيندرج فيه الثقافة. خليني بقى أسأل الدكتورة سؤال فيه شوية عمق. هو طبعا أنا عايز أقول إن الدين المعاملة، الدين المعاملة، لكن إحنا في الفترة اللي فاتت إحنا كمان زي ما قلنا على الإعلام قلنا لازم أقول كمان، وأرجو إن الدكتورة سامحني في اللي هقوله، أنا رجل الدين عليه دور كبير جدا، بقى لنا فترة كبيرة جدا ما بنلعبوش. رجل الدين عليه دور ما بيلعبوش بقى له فترة كبيرة جدا. الدين الرجال الدين عندنا والمسؤولين في الإسلام في رجل دين، ما فيش وفي مفكر ديني لكن ما فيش كهنوت في الإسلام. الرجال الدين في الإسلام بقى لهم 20-30 سنة مركزين قوي على فقه العبادات وليس فقه المعاملة أو فقه التعاملات. أنا بقى عايز أسأل سؤال مباشر للدكتورة وأرجو أنها تجاوبني عليه، ما هو الفرق بين الفقه وما بين الشريعة؟ إزاي نجدد في الإسلام؟ إزاي نجدد في ده من غير ما ننحرف عن الأصل الشريعة بتاعتنا ونعمل خطاب إسلامي جديد وتجديد في الإسلام من غير ما نروح في حاجات مش مظبوطة؟ شكرا. يعني الحقيقة وحضرتك ده عايز محاضرة كاملة، لكن ألخص نقاطها. ما في شك أن الشعب المصري في النصف القرن الأخير تأثر كثيرا بالفقه وفتاوى دول الجوار، يعني سافر من الشعب المصري والأسر المصرية للعمل للجزيرة العربية وللكويت وللعراق ولهذه البلاد، وانبهروا كثيرا بالذات بفقه الجزيرة العربية. فقه الجزيرة العربية هؤلاء لهم ظروفهم التاريخية ولهم ظروفهم في التاريخية وموروثهم في الفقه من أول محمد بن عبد الوهاب إلى تلامذته إلى شيوخهم، حصاد ضخم جدا فيه فارق ما بين فقه الأزهر وما بين ثقافة الشعب المصري. إحنا شعب طيع بسيط متدين في إطار بعيدا عن التطرف وعن الحدة وعن الجمود عند رأي بعينه، دي طبيعتنا. والأزهر كان له دور في منتهى القوة في المشايخ السابقين على هذا العهد، فاستطاع أن يقود الشعب المصري في فكره وفتاويه وأرائه. إحنا في مرحلة، ودي أخطر مرحلة تمر بها الشعوب، أن تأتي وتختلط ثقافات من حضارة على حضارة أخرى. فنحن الآن بنعاني من دخول ما ورد من أسرنا المصرية وما ورد من هؤلاء الشيوخ الذين حملوا فقه دول الجوار وحاولوا أن يرسخوه في بلدنا، وعملوا القنوات وعملوا هذه الصرح الكبير لأرائهم بتطرفها بجمودها باتخاذهم فرع واحد من الفقهاء. احنا عندنا 4 فقهاء و6 فقهاء و8 مدارس فقهية تركوا لنا اجتهادات عريضة، هم لا تجمدوا عند رأي الإمام أحمد بن حنبل وأرادوا أن يكون الفكر في خط واحد أو لاين واحد. كل ده أنا ما أشرح فيه ليه؟ على أننا نحن نعاني مما وفد إلينا ولم يكن من طبيعة الشعب المصري. لم نجد من موقف الأزهر الحازم الحاسم
في مواجهة مثل هذا النوع من الجمود في الآراء، فساد هذا الفقه وهذا الفكر. الشريعة ما هي التي يندرج تحتها علوم الفقه؟ ما هيش مادة في حاجة اسمها عقيدة، في حاجة اسمها فلسفة، في حاجة اسمها علم حديث، في حاجة اسمها التفسير، لكن الشريعة ينضوي تحتها كل مدارس الفقهاء. خرجنا من رحابة وبحبوحة أبو حنيفة ومالك والشافعي الذي في العراق كان له فقه، ولما جاء مصر أصبح له فقه آخر، لكن أنا ولما وفد إلي أذى حضرتي، أذى فكري، أذى ما ألفناه. وهقول لكم مثال، وكان في داخل الجزيرة نفسها، لما هاجرت المرأة المكية إلى المدينة إلى يثرب، فحدث اختلاط الثقافة المكية بثقافة أهل المدينة، خصوصا في قضية المرأة، وأنا عايزة أقول عشان المرأة. فالخليفة العظيم عمر بن الخطاب راح للرسول وقال: يا رسول الله، لقد زائر النساء علينا وطفقنا يقلدنا نساء الأنصار. شوفوا، مجرد شوية ثقافة جاءت بها المرأة من مكة. المرأة المكية عاملة زي أهل في الصعيد، كانت امرأة حادة صارمة، التقاليد عندها فوق كل شيء، طبعا متشدد أكثر، التشدد طبعا الأكثر. المرأة في المدينة زي المرأة بتاعت القاهرة وبتاعت المدن هنا. فعمر بن الخطاب لما لقاهم رفعوا رأسهم قوي على الرجال قال: يا رسول الله، أبح لنا بضربهن. فرفض صلى الله عليه وسلم، وكم كان يحب حضارة وثقافة أهل المدينة. وفي الجملة الشهيرة اللي تردد كثيرا: يا رسول الله، لقد زائر النساء علينا وطفقنا يقلدنا نساء الأنصار. شوف لنا صرفة فيهم. إذن اختلاط الثقافات، اختلاط الحضارات دائما يوجد هذه الزعزعة، وده بالتحديد للرد على حضرتك، بيوجد هذه الرجة، إن أنا حسن فيما أنا ورثت وفيما ألفته بقى في حاجة جديدة عاملة لي صداع، هو ده اللي احنا فيه دلوقتي. فاختلاط الثقافات دائما يوجد الهزة دي، ويوجد حالة من الغضب والرضا والقبول والرفض. احنا في هذه المرحلة بكل أسف، يعني برأيك انه دي فترة مرحلة انتقالية لبين ما وهنعود لحضارتنا الجميلة والوسطيتنا الحلوة والعجنتنا الطيعة الحلوة، هنعود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. السيد ايمن عدلي. ايمن عدلي، انا عضو اللجنه التاسيسيه نقابه الاعلاميين ومدير تحرير صباح الخير يا مصر. الحقيقه في عجاله، انا 15 سنه اعرف الدكتور امنه نصير، اول ما قلت لها انا اسمي ايمن على طول حفظت اسمي. انت الوحيد اللي حفظت اسمك، مش عارفه ليه. الحقيقه عندما نتحدث عن الحب وعن الحنان، اصل الحب مش كلام ولا شعارات، ده معامله. الكرم مش اغاني، الكرم هو طبع. امنه نصير في ال 15 سنه اما اقول لها من فضلك انا عايزك في صباح الخير يا مصر، تقول لي انت فين؟ اقول لها على كوبري اكتوبر، تقول لي ما تيجي تتغدى معانا، احنا عاملين غدا. امنه نصير اما اقول لها انا مزنوق وفي موضوع مهم ولازم تقومي الساعه 6 الصبح العربيه عندك عشان المصريين، فتقول لي برغم ان انا تعبانه لكن انا خدامه مصر واموت في تراب مصر. هي دي امنه نصير. انا هختلف بقى مع الكلام ده كله، لان الحقيقه تجربتي انا ابويا وامي. ابويا اما كان يتنرفز على امي ويرمي لها الطبيخ كده، طبق كان يرميه واحنا بنتعلم واحنا صغيرين، كانت بترجع ورا شويه تسيبه يتنرفز، وبعد كده كانت تقول لنا ده هو اللي تعبان طول النهار نستحمله. ما عادتش. هقول يا دكتوره، امي دي اما كبرنا شويه وتلاقيه عصبي كانت بتستحمله، وكانت تقول لنا ان البيت ده اساس النجاح. احنا في مجتمع لازم في حاجه اسمها القدوه، افتقدنا القدوه. ماليش دعوه بالاعلام وماليش دعوه بالسوشيال الانسان اللي متربي كويس، انا حتى الان ابويا وامي بيكلموني وعيبه حرام، لكن يعني ايه واحده يخش لها على الفيسبوك ويقول لها ايه الجمال وايه الحلاوه وتتجاوب معاه؟ في حاجه اسمها قيم وفي حاجه اسمها مبادئ. ليه الزمان بنلوم عليه وكانه كان هو السبب؟ وقت الجراح بنقول له ليه؟ وللاسف احنا اللي فينا عجب العجب. احنا بنتكلم على القدوه، انا ما زلت حتى الان انا بتكلم عن نفسي وانا واحد من 100 مليون مصري. اخاف الله اولا، وعايز دايما كل يوم اجيب خبر حلو لابويا وامي.
انا عندي هدف. الناس فاضيه، الناس ما عندهاش مسؤوليه، الناس ما بتشوفش الشهداء والناس اللي بتضحي وبتحب وبتعلم وبتكبر. الناس للاسف كله عايز كل حاجه سهل، تربيه البيت البيت. لان الحقيقه اما اب وام بيعلموا ومدرس بيعلم، ما تقوليش لا اعلام ولا بتاع، لان الحقيقه عندما تكون المناعه قويه لا يستطيع اي مرض ان يخترق جسم الانسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.